طال الحلوين، اليوم أخذنا بدرسنا اليوم أخذنا الألف المقصورة اللي هي مثل البطة لكن رجلها انكسرت وصار بحضرها يقعد الآ. فمثل البطة ورجلها مكسورة نقول عليها الألف المقصورة، نقرأها بس صوتها خفيف مثل البطة ويقعد بحضنها الآ. تجي منفصلة وتجي متصلة. إيش وقت تكون منفصلة؟ إذا سبق الحروف النحيسة اللي هي الآ والد والإذ والأر والإز والأو، هذول الحروف النحيسة. وتكون متصلة إذا سبقها حرف كريم، إذا سبقها حرف كريم. شوفوا هنا بكلمة سورة وبكلمة منى، شوفوا بكلمة سورة وبكلمة منى. سو أرآرا سورة، سو أرآرا سورة. جت هنا منفصلة إن سبقها حرف نحيس، وبمنى مو إن أنا منى لأن سبقها هنا حرف كريم، جت متصلة. خلونا نتهجى سلوى، سائل سل أو آوى سلوى. بسلوى هنا جتي منفصلة لأن الأو قبلها حروف نحيس. نتهجى لبنى، لوب لب إن أنا لبنى، جت هنا متصلة بلبنى لأن لبنى الإن قبلها حروف كريم. توق توق أقا توق، أيضا هنا متصلة لأن ق حروف كريم. نتهجى كلمة سلمى، سائل سل إم آما سلمى. عي إس آسا عيسى، جت بسلمى وبعيسى متصلة لأن الإم هنا كريمة والإس هنا كريم. نتهجى أروى، أر أر أو أوى أروى.